لا 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 كرسي كرسي ابو خلكم ما تطير اقضبوا عادي عادي يا بابا كرسي كرسي ابوك طاطا تبوك حارج يلا قدم قدم نفسك المايك معك مسك المايك تفضل يلا قدم عادي انت قدم تعال قدم يلا قدم انت تفضل اوه عاش عاش اي اي طيب اما الان مع الطالب محمد ايش حاب تقدم هل تعلم عمر ان السبت براين يلا هل تعلم ايات عطر من الذكر الحكيم والطالب محمد يلا تفضل عمر 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 يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرج فاهجر ولا تمنن تستكثر والى ربك والى ربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب انا عندي اضافه بسيطه ودي اسال ابو صالح الله يطول عمره ما شاء الله العيال حتى في القراءه قراءتهم يعني ما شاء الله جدا متمكنين واضح عليهم وش السر بهذا الامر يعني كيف كانت حفظهم للايات الكبيره بعد والطويله بهذا الامر والله حقيقه قرايتهم تو فيها اخطاء وهذا ندلدل على تقصيرنا الصراحه بس بالنسبه لاعمارهم انا اتكلم بالنسبه لاعمارهم يعني ما شاء الله يعني شيء هم يعني يحبون يرتلون ايه لكن ان شاء الله بنهتم اكثر في تقويم الحروف وكذا ان شاء الله باذن الله تعالى وبشرك محاضرين على الصلاة يذكروني الصلاة ما شاء الله متمنى في الوضوء ما شاء الله ما شاء الله ودائما يعني يسألون عن الصلاة ومتى وقتها ومتى ما شاء الله عليهم يعني كلهم الثلاثة ما شاء الله وإن شاء الله إلى خير بإذن الله تعالى الله يوفقكم إن شاء الله يلا خلص في شيء تقوله باقي شيء تقوله في شيء أكيد اي شيء شل يا رجال شل شل يلا شل شل يلا 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 شل شل يلا يلا في ثقة بالمرة يلا شل 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 ثقة بالمرة يلا يلا والله ارجع المايك ايه ارجع المايك يا صاحب القرار عنده قرارات عنده بسم الله اقف يا رب اه عبد 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 والله يا ابو صالح معليش يعني انت الاب وحنا العيال صارت بيتنا بس ما ادري وين امنا وراحت خلاص 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 معليش ابو صالح خلاص ابو صالح معليش خذ راحت لا تلومنا يعني هو يرفع الضغط شوي ها طفى الريالتي عندكم خلاص هجوا ما عندهم شيء يا رجال محمد بن حيدر يا حيدر الله محمد بن حيدر